بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلنج أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن أمرين اللي هما بولي سوليد وبريس بول. طبعا احنا شارحين قبل كده الجزء ده كله اللي هو الاكسترود واللوفت والريفولف والسويب والمجسمات ازاي ان احنا نرسمها. النهاردة هنشرح الأمرين دول. أول أمر عندي اللي هو البولي سوليد. أنا هاجي أرسم ريكتانجل بالشكل ده، تمام، واجي اقول له بولي سوليد. عندي هنا في الكوماند هتظهر لي عده اختيارات، اوبجكت هايت ويث جاستيفاي. انا هاجي اقول له الهايت انا عايزه الارتفاع قد ايه، فمثلا هخليه 4.5، تمام، وبعدين الويث هخليه 0.25 زي ما هو عامله لي، وبعدين هقول له الاوبجكت. انا هنا هحدد بقى الاوبجكت بتاعي اهو، على طول رفع لي الاوبجكت. احنا شايفين كده الارتفاع عندي 4.5، وعمل لي السمك زي ما احنا شايفين ده اللي هو السمك ده 25. هو ده البولي سوليد. لو انا جيت عملته شيدد، شايفين كني بالظبط برسم حوائط، يبقى ده بيساعدني ان انا ارسم حوائط في بلان. طيب لو انا عندي بلان بالشكل ده وعايز ارسم الحوائط الخارجيه بتاعته وارسم الحوائط الداخليه، هاجي اقول له بولي سوليد واخلي الارتفاع والعرض زي ما هما او السمك زي ما هو، واجي اقول له الاوبجكت، واجي ارفع الاوبجكت ده كده اهو، عمله لي زي ما احنا شايفين كده، تمام. طيب انا عايزه اعمل الحوائط الداخليه دي بسمك اقل، لان انا عندي الحوائط الداخليه بتبقى 12، فهاجي اقول له بولي سوليد برضو، واجي هنا بقى اغير الويست عندي، اخلي الارتفاع زي ما هو واغير الويست اخليه مثلا 0.15 وادوس انتر، تمام، واجي ارسم بقى الحوائط. انا عايزه الحوائط بتاعي من النقطه دي كده اهي، شايفين ممكن ارسمها، ما حددتش الاوبجكت اهي، ادي لو لفينا كده اهو الاند بوينت ده انا رسمت الحيطه دي. طيب هدوس بيمين الماوس انتر واجي الف تاني كده، وانا عايزه ارسم الحائط ده هاجي ارجع لل 2D واير فريم عشان اخد الحائط ده كده بولي سوليد، وبعدين الاند بوينت الاند بوينت اهي، شايفين اهي ادي البلان رسمته. باسهل طريقه عشان ارفع مسقط افقي ان انا استخدم البولي سوليد. لو رجعت للشيدد اهي زي ما احنا شايفين، عمل لي حوائط خارجيه وحوائط داخليه. هنيجي بقى بعد كده على الامر الثاني النهارده اللي هو امر بريس بول، تمام. هاجي ارسم ريكتانجل بالشكل ده كده، وبعدين اقول له بريس بول واختار الريكتانجل ده كده، تمام، واعمل له ارتفاع. هنا بيطلب مني الارتفاع، فانا هقول له 15. ممكن بقى في الحاله دي اختار اي اريا من اللي موجوده عندي دي واعمل لها بريس بول، يعني لسه الامر شغال معايا. فانا مثلا هختار الجنب ده كده اهو، شايفين ممكن ان انا اعمله كده، ممكن اختار الجنب ده، ممكن ان انا انزله تحت، ممكن اختار الجنب ده بالشكل ده كده، يبقى انا بختار الفيس اللي انا عايزاه اهو. طيب لو انا جيت قلت له اندو وخدت كوبي من الريكتانجل ده قلت له بريس بول واخترت اول واحد ده، وبعدين هنا قلت له مالتيبل واخترت التاني ودوس الجيم ماس انتر، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ارتفاع مع بعض الاثنين اهو بالشكل ده كده. طيب لو انا عايزه اعمل وجه واحد من الاثنين، يعني الوجه ده والوجه ده كده، اعمل ايه؟ اقول له بريس بول اهو وادوس على ده، وبعدين اقول له مالتيبل وادوس على الثاني، وبعدين ادوس بيمين ماوس انتر. ممكن ان انا اي حائط من الحائط دي برضو اعمل له بريس بول اهو، بختاره، شايفين بيبقى بالازرق كده اهو. ممكن انا اغير في اللي جوه اهي، شايفين عايزاه كبير شويه بالشكل ده. عن طريق بريس بول بعمل ارتفاعات للباوندري اللي موجوده او الباوندري اللي انا عايزاها كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.